كما تعلمون أن التعليم هو الحقيقة أساس التقدم الاجتماعي والاقتصادي في أي بلد يهتم بهذا التعليم. واليوم نحن في رحاب هذه الجامعة، الجامعة الفريدة، جامعة الملك محمد السادس للتخصصات المتعددة التقنية، جامعة تختلف عن كافة الجامعات في الحقيقة في نوعية التعليم والأمور اللي بتركز عليها الجامعة لتهيئة الأجيال القادمة للمستقبل. وما يميز هذه الجامعة الحقيقة هو طبعا ليس فقط التخصصات الدقيقة والتخصصات التقنية اللي بنحتاجها، ولكن أيضا يميز هذه الجامعة أنها هي أيضا عامل ربط وعامل اندماج إقليمي مع القارة الأفريقية، وهذا طبعا شيء الحقيقة يشكر عليه القائمون على فكرة هذه الجامعة، وأيضا على الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ الحقيقة يدعم التعليم ونوعية التعليم في هذا البلد العزيز. وطبعا نحن هنا في رحاب هذه الجامعة اليوم كالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، لبحث كافة السبل الممكنة للتعاون في مجالات عديدة، منها مجالات التطوير الزراعي وأيضا الحلول التقنية الحديثة لدعم قطاع الزراعة في أفريقيا وفي العالم الإسلامي بشكل كبير. ونحن الحقيقة سعيدون بكل ما رأيناه اليوم من إنجازات ومن الحقيقة من أمور أتمنى إن شاء الله أن يستفيد منها العالم الإسلامي بشكل كبير، ومزيد إن شاء الله من التقدم والنجاح والازدهار للمملكة المغربية.